قانون الإضراب. هذا واحد كان من النقاط اللي شائكة في مختلف النقاشات اللي عرفتها الحكومة مع النقابات في السابق. والحكومة الآن عندها يعني واحد الانفتاح للاستماع إلى النقابات، وأيضا هناك مجموعة من القضايا اللي كتلخص النظرة ديال الحكومة لهذا الموضوع كيف يمكن أن نقننه وندبره. فهذا أولا المنطلق هو أن هذا حق دستوري، الإضراب هو حق دستوري يكفله الدستور. الآن يجب الاتفاق على هذا القانون التنظيمي باش يخرج في واحد الصيغة اللي نستحضروا فيها يعني المصالح ديال 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 الموظفين، وأيضا يجب أن نستحضر فيها في نفس الوقت يعني هذا المشغل، وفي حالة لو وقع الإغلاق إلى غير ذلك. فكل هذه العناصر سوف يتم مناقشتها بدون طابوهات، وسوف يتم التوصل إلى صيغة التي تراعي مصالح الطرفين، ونخرج واحد الوثيقة اللي تكون متقدمة تعبر على هذه الإصلاحات اللي انخرطت فيها بلادنا، واللي هي إصلاحات كتأسس على الحريات وكتأسس على الحقوق إلى غير ذلك. فكيفاش غنديروا من بعد؟ هذاك السؤال غادي يجي الجواب عليه، هل سوف يتم تعديل النص أم سحبوه؟ أم هذا ربما سوف تظهر بوادره منين توصلوا لذاك الاتفاق اللي غادي يكون إن شاء الله مع النقابات. بالمناسبة ابتداء من الأسبوع الأسابيع القليلة المقبلة سوف يبدأ النقاش مع النقابات حول هذا الموضوع إلى جانب قضايا أخرى، وسوف تتم معالجته بطريقة تستحضر المكتسبات الدستورية لبلادنا والتراكم اللي عندنا في هذا المجال، وأيضا نستحضروا يعني المتطلبات ديال التنمية اللي محتاجها بلادنا في المستقبل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.